بسم الله الرحمن الرحيم ونستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، طيب هو في المعاصر في اكسرسايز 5 جايب لي إيه؟ جايب لي في أسئلة كده في الآخر، يعني كويشن نمبر 10 بيقول لي في A minus B equal to root 3 find the value of A minus B equal to the power 3 plus B في B minus A equal to the power 3. طيب ناخدها واحدة واحدة كده. أدي السولوشن. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هو جايب لي وعايز a minus b equal to the power 3 plus b، وهنا b minus a equal to the power 3. لو انا لاحظت حاجه انا ممكن اعمل حركه حلوه قوي، ممكن اخد كومن فاكتور. كومن فاكتور ازاي؟ انا ملاحظ a minus b equal to the power 3 ودي b minus a equal to the power 3. طب انا عايز نعرف معلومه كده كويسه قوي، ان انا لما اقول a minus b لو انا حاولت اخليها b minus a بنحط نيجاتيف بره. طب اشمعنى؟ تعال نجرب كده. او لو النيجاتيف عملتها تايمز البي هتديني نيجاتيف بي، ولو النيجاتيف عملتها تايمز نيجاتيف ايه هتديني بوزيتيف ايه. فلذلك في الماث على طول لو انا هعكس حط نيجاتيف بره. يعني لو مثلا 4 ماينس 3 عايز تخليها 3 ماينس 4 مفيش مشكله، حط نيجاتيف بره. هتلاقي الانسر هنا زي الانسر هنا، يعني الانسر هنا هتلاقي 1، الانسر هنا نيجاتيف، وهنا ده نيجاتيف 1، نيجاتيف تايمز نيجاتيف ببوست، يبقى الانسر هنا 1 والانسر هنا 1. يبقى دايما في الماث لما اجي اعكس حاجه اقوم حاطط ايه؟ نيجاتيف بره، كاني خدت نيجاتيف كوم. فانا ممكن اعمل الحركه دي هنا، يبقى ايه؟ هنا a ماينس b اول تو ذا باور 3، وهنا دي انا عاكسها عايز اخليها b ماينس a اول تو ذا باور 3 والb بره اهي. طالما ان انا عكستها خليتها بقى a ماينس b اقوم حاطط نيجاتيف بره. طب النيجاتيف هتلاقي بره هنا بوزيتيف، هتتعمل تايمز بي تديني نيجاتيف. طب ليه انا عملت كده؟ عشان خاطر يبقى ايه ماينس بي قلت ذا بار 3 مكرر في المسالتين، يعني كان دي مساله ودي مساله ثانيه، ده كده مكرر في المسالتين. ممكن اخده كومن اهو، ايه ماينس بي قلت ذا بار 3 اخده كومن. طب لما باخده كومن بفتح براكت واكتب اللي فاضل، انا خدت كومن يبقى هيتشال من المساله دي اتفضل ايه، وخدت كومن هيتشال من المساله دي اتفضل ماينس بي. حلو قوي. طب لما اجي بقى ابص، هو كان مديني اصلا ايه ماينس بي ايكوال تو روت 3 اساسا، يعني انا ممكن اشيل الاي ماينس بي دي واكتب تو روت 3 اول تو ذا بار 3، والاي ماينس بي دي اكتب بدالها تو روت 3. طيب ما انا لازم افك دي الاول. طب افك دي الاول ازاي؟ المفروض ال2 تبقى باور 3 والروت 3 يبقى باور 3. طب وهنا دي 2 روت 3 زي ما هي، 2 روت 3 زي ما هي. طيب اجي على دي ال 2 باور 3 هتبقى ايه؟ طب الروت 3 باور 3 تبقى كام؟ اه روت 3 باور 3 دي اصلا كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن روت 3 باور 2 تايمز روت 3 باور 1. ليه؟ لان انا معروف ان انا في الباورز باخد روت 3 واحده واجمع الباورز 2 بلس 1 3. طب ما روت 3 باور 2 دي اصلا ب 3 ودي هتفضل روت 3 زي ما هي، يبقى كان المساله 3 روت 3 بس. طب 3 روت 3 يعني دي كده هتطلع لي 3 روت 3، ولكن انا عندي 8. اه قال لك طالما في 8 بقى تتعمل تايمز 3 روت 3، طالما قبلها يعني 3 روت 3 وفي اوريدي موجود 8 يبقى نعملهم تايمز بعض. 8 تايمز 3 هيديني 24 روت 3، يبقى دي كده 24 روت 3. مساله فكره جميله جدا يعني، تايمز 2 روت 3. طيب لما اجي اعمل دول تايمز هعمل ايه؟ هعمل 24 تايمز 2 هتديني 48، وروت 3 تايمز روت 3 هتديني 3. لو عملت 48 تايمز 3 هتديني 144. وفي ناس طبعا من اول هنا بيطلع الانسر دي كلها على الكالكوليتر، يعني يكتب كل ده على الكالكوليتر من اول هنا، هم عامل سبستيوشن يكتب كل ده على الكالكوليتر هيقوم طالع له الانسر 144. بس انا بتكلم عشان اللي عايز يعملها بايه؟ بستيبس. يعني المساله دي اكس ايكوال روت وتحتيه 3 بلس روت 2 فايند ذا فاليو اوف اكس بار 4 ماينس اكس بار 2 بلس 1. المساله دي هاز تو سوليوشنز. ازاي؟ انا ممكن احلها ازاي الاول؟ الحل العادي جدا ناخد الاكس اعمل بس سبستيوشن هنا، يبقى اهو روت 3 بلس روت 2 اول تو ذا بار 4 احط بدل الاكس دي كده كل ده. طيب ماينس 2 احط بدل الاكس برضه روت 3 بلس روت 2
بلس 1. بس دي قلت ده بارت 2، يبقى انا كده ايه عملت دايركت سبستيوشن، شلت الاكس وحطيت بدالها دي، وشلت الاكس برضو وحطيت بدالها دي روت 3 بلس روت 2. طيب ايه اللي هيحصل؟ احنا اتفقنا ان السكوير روت بياخد نص الباور. يعني ايه بياخد نص الباور؟ يعني الفور دي ممكن تشيل الروت بس تبقى 2، تاخد نصها. يعني الفور دي ممكن تشيل الروت ده خالص، هتبقى يعني المساله كده 3 بلس روت 2 بس مش الروت اللي تحت، لا تشيل الروت اللي بره ده بس تبقى باور 2. طيب نيجاتيف 2، طب الباور 2 بتشيل الروت اصلا، حتى لو خد نصها يخليها 1، ال 1 ملوش لازمه. يعني كانها كده روت 3، كانها 3 بلس روت 2. حلو، يبقى انا كده خلصت من الروت اللي بره خالص. طيب دي كنا بناخدها ازاي؟ كنا بنفكها ازاي؟ دي كنا بنفكها بطريقه كده، لما يكون براكت عليه باور 2 كنا بنمسك الاولاني ده نعمله تايمز نفسه، وبعدين نمسك الثاني نعمله تايمز نفسه. يعني فيرست تايمز فيرست وسكند تايمز سكند، وفي النص بنعمل ايه؟ بنعمل فيرست تايمز سكند تايمز تاني. يبقى بعمل الاولاني تايمز نفسه 3 تايمز 3، بعمل الثاني تايمز نفسه، ده بيرفكت سكوير كنت بعمل فيه كده، وبعمل 3 تايمز روت 2 تايمز 2 خدناها كل عدد. طب تعالى 3 تايمز 3 9، ودول اللي انا عملتهم تايمز، انا هعمل اكيد 3 تايمز 2 مش تايمز روت 2. 3 تايمز 2 ب 6 روت 2، روت 2 تايمز روت 2 ب 2. كده خلصنا كل ده في المساله الاولى. طيب نخش على المساله الثانيه، النيجاتيف 2 معموله تايمز ده وتايمز ده، نيجاتيف 2 تايمز 3 بنيجاتيف 6، نيجاتيف 2 تايمز روت 2 هتديني نيجاتيف 2 روت 2، والبلس 1 ملوش دعوه بحاجه. يعني النيجاتيف 2 ما تخشش تايمز البلس 1 لانه مش معاهم في البراكت. حلو قوي. طيب اعمل ايه بعد كده؟ سهله خالص، نجمع بقى اللايك تيرمز. اللايك تيرمز يعني 9 بلس 2 11 ماينس 6، كل اللي ما فيهوش روت 2 اجمعه. ادي 9 بلس 2 11 ماينس 6 يبقى 5، بلس 1 يبقى 6. طب 6 روت 2 ماينس 2 روت 2 هيديني ايه؟ اللي فيهم روت 2 بقى اللي هو ده وده، هيديني 4 روت 2. وتبقى المسألة خلصت على كده. المسألة نمبر 12 و13 دول الاستيميشن، ده هتبقى بالكالكوليتر ما فيهاش فن. طيب تعالى بقى نشوف دي ريكتانجل ويز دايمنشن 6 روت 5، 6 بلس روت 5 اند 6 ماينس روت 5. كالكوليت اتس بريمتر اند اتس اريا. دي مسألة جميلة جدا. وممكن كان يجيبها لي كده ريكتانجل مرسوم جاهز، ويقول لي ان ده ايه 6 بلس روت 5 اللي هو اللينث بتاعه، وده الويدث 6 ماينس روت 5 بيبقى اقصر شويه. فانا ممكن اسمي ان اللينث 6 بلس روت 5 اللي هو الطويل عشان فيه بلس، والويدث 6 ماينس روت 5. ولو انا سميت ده اللينث وده الويدث مش غلط يعني، مش فارق، بس هي الفكره ايه يفضل يعني. طيب نيجي على كالكوليت اتس برينتر. انا حافظ ان البرينتر عباره عن ايه؟ البريمتر عباره عن لينث بلس ويدث تايمز 2 تايمز 2. في ناس لما بيكتب تايمز 2 دي من هنا يقوم هتكتبها من هنا عادي. ما انا خدنا بقى احنا في اعدادي دلوقتي ان انا ممكن اعمل التايمز 2 من هنا او احطها جنب البراكت على طول ويتفهم انها تايمز. فممكن انا احفظ دول على دي افضل اهو. طيب نبتدي نعوض فيها بقى. ادي 2 اللينث بكام؟ 6 بلس روت 5 بلس الويدث بكام؟ 6 ماينس روت 5. طب ما هو روت 5 هتتكنسل مع نيجاتيف روت 5. نجمع اللي جوه البراكت 6 بلس 6 12، 2 تايمز 12 بيديني 24، والبريمتر بيبقى سنتيمتر 1 مش سنتيمتر سكوير. طيب لو جينا بقى عايزين الاريا، الاريا اصلا بتاع ريكتانجل ايكوال ايه؟ ايكوال لينث تايمز ويدث. دي تايمز مش اكس يعني، لينث تايمز ويدث. طيب التايمز احنا عندنا في خدنا ان انا ممكن اعمل براكتس وخلاص. اللينث عندي ب 6 بلس روت 5، الويدث ب 6 ماينس روت 5. وقلنا لما يكونوا التو براكتس كونجيجيت كده، يعني واحد بص واحد نيجاتيف، كفايه اعمل الاول تايمز الاول والثاني تايمز الثاني. 6 تايمز 6 36، روت 5 تايمز روت 5 طبعا في هنا نيجاتيف، بوست تايمز نيجاتيف في نيجاتيف، روت 5 تايمز روت 5 ب 5. طب ما 36 ماينس 5 هيديني 31 سنتيمتر سكوير. وانا كده جبت الايه البريمتر و في مساله في الاكسبرمنت بيقول لي ايه؟ بيقول لي if the multiplicative inverse of the number root a minus 1 is root a plus 1 over 4. ف
فايند ذا نيوميريكال فاليو اوف ايه. دي ممكن يجيبها لي على اتش تشوز ويقول لي ذن ايه ايكوال. هي مساله جميله يعني. طيب انا اجي احلها ازاي؟ انت بتقول لي المالتيبليكيتيف انفرس. طب واحده واحده بقى كده. المالتيبليكيتيف انفرس بتاع ده اساسا روت ايه ماينس 1 اساسا كان اوفر 1. فانا لما اعمل له مالتيبليكيتيف انفرس يعني هعمل له ريسيبروكال او هشقلبه. يعني هيبقى 1 اوفر روت ايه ماينس 1. 1 اوفر روت ايه ماينس 1. طيب مش هينفع نسيبه بالمنظر ده. مش هينفع نسيبه بالمنظر ده. طيب بس انا ممكن اكمل ترجمه واقول لي المالتيبليكيتيف انفرس بتاع ده اهو. از دي يعني ايكوال روت ايه بلس 1. هو في ناس يمسك ده الاول يحاول يعمل له كونجكت للدينومينيتور وبتاع بس هتبقى اطول. الحل اللي انا عامله ده ان شاء الله يبقى اسهل. هو بيقول لي از يعني ايكوال روت ايه بلس 1 اوفر 4. ليه بقى يبقى اسهل؟ لان انا ممكن اعمل كروس مالتيبيكيشن على طول اهو اهو كده كده. يعني معناها هعمل روت ايه ماينس 1 تايمز روت ايه بلس 1 بدل ما ادخل في موضوع الكونجكت ايكوال ال1 هيتعمل تايمز 4. كروس مالتيبيكيشن بيقول كده ان اعمل ده تايمز ده ايكوال ده تايمز ده. طب ايه اللي هيحصل؟ دول كونجكت نمبرز فطالما ده دول شكل بعض واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف كفايه نعمل الاول تايمز الاول روت ايه تايمز روت ايه بايه. طب نيجاتيف 1 تايمز بوزيتيف 1 بنيجاتيف 1 ايكوال الناحيه دي 1 تايمز 4 ايكوال 4. طب ما نودي ال1 ده بالبلس 1 اهو بالبوزيتيف يبقى الاي ايكوال 4 بلس 1 يعني 5. وابقى جبتها بسرعه بدل ما اقعد اعمل كونجكت للدينومينيتور وكده هتبقى اطول في الحل.